وفي جو روحي بهيج ترأس غبطة بطريرك السريان الأرثوذكس مار أغناطيوس أفرام الثاني طقس تبريك المياه على ضفة نهر الأردن في موقع معمودية السيد المسيح المغطس بمشاركة الأب الربان بنيامين شمعون راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في عمان ولفيف من الأساقفة والشمامسة وجمع من أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في المملكة وفي كلمته قدم الأب بنيامين التهنئة لكافة المسيحيي العالم كما شكر جلالة الملك عبد الله الثاني على رعايته الموقع المغطس ولسمو الأمير غازي بن محمد على اهتمامه لرعاية هذا المكان المبارك نحن اليوم مجتمعين هون صلينا مع بعضنا مع أولادنا اللي جايين من الضفة الغربية للنهر يعني من القدس وبيت لحم وأريحة وباقي مدن فلسطين اجتمعنا مع بعض بالصلاة صلينا مع بعض الجهتين الشرقية والغربية لنهر الأردن حتى نحتفل مع بعض نتبارك من هالمكان المقدس وأيضا هي علامة وحدة موجودة بين أبناء الرب وين ما كانوا مهما فرقتهم الظروف الجغرافية لكن هن واحد بالإيمان بالمحبة بالانتماء للكنيسة نعيد كل العالم اليوم من هالمكان المقدس ونتمنى للعالم كله أمن وسلام وقداسة اللي ربنا من أجله جاء حتى يقدس الإنسان إن شاء الله كل العالم يكون مقدس للرب ويعترف بالرب الإله وإله ومخلص وملك علينا وكل عام وانتم بألف خير